Sol! Juan, sal da minha vida, Juan! Sol! 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 تعال شو ايرون اللي اليوم اصرفني انا تعال يا بروك يا شباب فين فيوت يا بو في احسابنا يا بو موقفه بس سايت باكي الاخبار احنا ضد ضريبة المزاريف، لا نريد هذه الضريبة، ولا يعبث معنا ولا يلعب مع احد من اهالي باكا ويقول هذا امر من وزارة الداخلية. هذه الضريبة، هاي الضريبة اخواننا، المسؤول الاول والاخير عنها بعد فحص عند محامين، عند رؤساء بلديات، عند بلديات لا تستعملها القانون، المسؤول الاول والاخير عن استعمالها وتفعيلها هو المجلس المحلي فقط لا غير. الرئيس واعطاه. لذلك نحن نطالب الرئيس الآن في جلسته وأعطائه أن يقر قرار واحد فقط إلغاء الضريبة، إلغاء الضريبة، لا نريد شيء آخر، فقط إلغاء الضريبة. إن كانوا بحاجة إلى الأموال، إن كانوا بحاجة إلى الأموال لتسديد بعض الديون على البلدية فليذهبوا إلى الوزارات، فليتعلموا جباية الأموال من الوزارات ليس من الفقراء المسكين من أهل باكا. احنا باكا صوت واحد ضد الضريبة هاي، ما بندفعها كله ضريبة اخرى.